واحد والحين ثاني واحدة طالبتي في مكتب بلدية الشيء الرائع الثاني وI have to thank also المحاضرة معانا الأغليدة دكتور من القطي اللي حضرت معانا CSW 2019 اللي هي طبعا مثل عارفين هي مؤتمر الأمم المتحدة للنساء رقم 63 وحضرت السيشن الكويتي هناك وأصبح لنا فويس عن طريق سيربتمست وكرسي في اليونايتد نيشنز. فهذه الإنجازات اللي أنجزتها في سنة واحدة ما راح أنجز بعد في خلال سنتين، ولكن نبتدي اليوم إن شاء الله في الإنجاز الأولي. طبعاً I'm just going to give you a clear shot of what we do as social working and sorbtimist. إحنا عندنا campaigns لل eliminating violence against women اسمه the Orange Campaign. عندنا campaigns ل تمكين المرأة صحيا واقتصاديا وعلميا وبيئيا، وهالأشياء إحنا مركزين عليها. هذه بعض الصور من مقتطفات حياتي الإنسانية في الكويت. هذه مع دكتورة بزدان ودكتورة مريم العقيل وزير الدولة الشؤون المدنية، وهذه معنا الأم بي صفاء هاشم نخبة من وكلاء وزارة الكويت. من هذول؟ إحنا. هذا أي كوري رايت. Remember that? Huh? It's our leadership course. And these are my beautiful students. I have to have them here because I love them. So, the first thing I would want to ask is, what is the difference between education and learning? ما الفرق بين التعليم والتعليم؟ اليوم علشان احنا نتكلم عن الاشياء اللي راح نتكلم عنها اليوم لازم شويه اللغه تكون 100% على on the spot. So انا قلت اليوم الجندره في التعليم وليس التعليم، لان مثل ما قالت سامي ان التعلم شيء شنو مستمر وذاتي وممكن يكون مع مساعده الغير، بس هو الشيء هذا ينبع من وين؟ من عندنا. التعليم عبارة عن سيستم، التعليم عبارة عن مقياس، التعليم عبارة عن شهادة. من ابني يحب يتعلم عن طريق الشهادة يرفع ايده. كلنا تعلمنا عن طريق الشهادة بس مو يحب. في انسان يحب يدرس، صح ولا لا؟ أنا أحب أدرس. من أبني يحب يتعلم عن طريق التعلم؟ عن طريق شنو؟ الإكسبرينسز، الذات، صح ولا لا؟ إحنا مشكلتنا في حياتنا كعرب إن إحنا ما نعلم عيالنا إن في فرق بين الاثنين. مشكلتنا في حياتنا كنساء ما نعلم نفسنا ان everything we do as women from day one هو عبارة عن شنو؟ تعلم. لا تعلم. كمرأة احنا حاضنات، كمرأة احنا اخوات، كمرأة احنا لنا roles في society كلها based على التعلم. وكلنا لما تكلمنا في الأيام اللي طافت في المؤتمر وفي الإكسبرينسز هذه كلها كلنا قاعدين نقول leadership positions، management positions، قاعدين نقول education، قاعدين نقول الفن، بس ما تكلمنا عن المرأة الإنيتي اللي هي القدرة الإلهية التي أعطت للمرأة للتعلم الذاتي. ما تكلمنا عن حياتنا إحنا كمرأة and what we bring with us as women, as innate women to the leadership. فننتهز هالفرصة عشان ما ننسى إن الwomen أصلاً بقدرة قادر الله عطاها قوة وعطاها صبر
عشان ندفع نفسنا للأمام. نرجع نتكلم عن the hard stuff. دائما يقولون شنو إن الفنان مصدر إلهام ممكن يكون فن آخر. أنا داخلي فنانة بس اليوم مصدر إلهامي كان الإحصائيات اللي إحنا طلعناها من الاستراتيجيات مال الجامعة الكويت. واليوم أنا راح أتكلم عن جامعة الكويت كأنه شنو مثال من أمثلة التعليم. شنو اللي جيت وإحنا قاعدين نسوي الاستراتيجية؟ رقم واحد. طلعت الستاتستكس من 1966 إلى 2019 واكتشفت إن تطور أعداد الطلبة المقبولين شوفوهم شلون. بدينا ب 242 ذكر و 176 إناث. يعني نسبة الإناث كانت من 66 كم؟ إنجاز ولا مو إنجاز؟ That's in 1966. And then we're just gonna skip from 2018 to 2019. نسبة الإناث كم؟ Okay? Then, next slide. Look at these. الطلبة المقيدين نسبة الإناث كم؟ وكنا من أول ما تأسسنا كم؟ 42 أصلاً التارجت الحين. شوف 42 إحنا 50 إحنا قاعدين نتكلم عن كوتا. التارجت أوريدي الكويت كانت عندها أيام 66. الخريجين سنة 69 كم إناث؟ 55%. وسنة 2018 74%. بعدين على حسب الكليات شوفوا قبول نسبة الإناث. Law 70%، Arts 59%، Sciences الطب العلوم قصدي 73%، الطب 76%، Engineering 80%، Allied Health 96%، Education 90%، Islamic Studies 67%، Business Admin 69%، Pharmacy 94%، Dentistry 93%، Social Sciences 73%، العلوم الحياتية 87%، Architecture 93%، Computer Sciences 76%. What does that tell you? الإجمالي توتل مال الجامعات كلها خريجين النساء كم؟ وقبول النساء في بعض من الأحيان فوق 90. الكليات العلمية اللي هي STEM based studies كم؟ 88% في كليات الطب. هل حققنا United Nations standards في الـ STEM based studies؟ Yes we did. ومن سنة 66. فأنا فخورة جدا إني كوني من institution already التحقيق الأنثوي للطلبة موجود. فبعدين سألت أوكي بس WPP doesn't want only that. صح؟ تماما. أوكي. So what about أعداد القوى العاملة؟ اكتشفنا أن كم نسبة النساء في 63% من موظفين جامعة الكويت بالحكومة 63% نساء. الإحصائيات مو موجودة من 1966 بس موجودة من 2006 57%. هل حققنا الصورة؟ مين عارف الكلام؟ شو الـ 14 سوري؟ الحين عدد القيادات النسائية. أنا شو قاعد أوريك؟ إحنا شوف إيش كثر نساء. أيوة. أمام القيادات النسائية. مساعدين نواب المدير المفروض 23 شخص. كم مرة؟ أربعة. عمداء الكليات 19 شخص. كم مرة؟ العمداء المساعدين 49 شخص. كم مرة؟ رؤساء أقسام 77 شخص. كم مرة؟ إجمالي المناصب القيادية 168 مثل ما العمد الشارع قالت ويفيد.
24 شخص في جامعة لبنانية من طلبة وطالبات بنسبة أعلى للطالبات. And then we cannot even manage that institution. Curricula, عبارة عن human factor based curricula.
We concentrated on humanistic similarities rather than differences. احنا دائما نقول شنو؟ differences in gender. صح ولا لا؟ نقول differences in education. حتى لما تروحين تسوين research كل الجندر مكتوب differences. I did not use the word differences. Again, I went back to language. So, I concentrated on humanistic similarities. I found coherence rather than competition. يعني التعاون rather من احنا رجال ونساء. ماكو شيء اسمه رجال ونساء. في شيء اسمه شنو؟ التعاون مع بعض. وهالاشياء كلها embedded in the curriculum اللي قاعد يدرس architecture اللي قاعد يدرس طب ما له شغل المادة. بس هذه كلها أشياء لازم embedded in the 4 years plan one way or another. We increase the leadership skill training, we increase the communication skills training, we increase the management skills. ليش management skills? What do we go when we're out? ليش أنت بس 14% صغير؟ لأن ما يعلمون management. We decided in the new strategy we will concentrate also on language skills. We developed language skills, which is very important. Language skills as in verbal and non-verbal communication. Concentrate on human intelligences and innovation. And go in الإنسان ممكن يتعلم بطريقة مختلفة. مو كل شخص يتعلم نفس الثاني. فليش إحنا عندنا linear تعليم؟ خط مستقيم اللي هو يسمونه linear thinker. لا، احنا قلنا لا، لازم الانتلجنسز هذه احنا ناخذها وندرسها ونشوف شلون الناس هذه تقدر تدرس. And we embedded emotional intelligences واللي هي الثقافات التي تركز على الذكاء العاطفي، التي تركز على الثقة بالناس واحترام الذات والثقافات الإنسانية. And then we did the innovation-based continuing education and the well, teaching excellency programs for the faculty and members, and the mandatory teaching certificates for dikatra. لأن إحنا عارفين كدكاترة مو عشان أنت عندك دكتوراه يعني عارف تدرس. For teaching excellency programs, واجبنا إحنا نحو ال الطلبة. Basically, what we did as a team is that. We humanized gender. يعني سوينا هي طبعا مكتوب غلط في PowerPoint مالكم سامحوني بس أنا قلت إن لازم شو نسوي أنسنة للجندرة وليس لجندرة الإنسانية. To humanize gender rather than what gendering humans. We always talk about humans as genders. بس what we have to really talk about is humanizing the gender. فنرجع مرة ثانية للتفكير اللي هو لن نجندر الإنسانية ولا يصلح أن نجندر الإنسانية لكن لازم أن إحنا نفكر بالإنسانية ككل rather than just the genders. Thank you very much. Men and women are not black and white. They are more like anchors and sails of the door board. The Kuwaiti society before the discovery of oil was a merchant society, a harbor city where
where men went for months into the sea, fishing, pearl diving, transporting goods, and smuggling from time to time. Women didn't have that privilege. They took care of raising the children, feeding, providing for their loved ones, and handled the financial obligations, and in some cases had to work for the merchants the husbands were in debt to. Women had the most important social part in the pre-oil Kuwait, and it was a harsh task, equal if not harsher to men at that time. So when the oil income started to flow, the government started sharing the wealth. And sharing the wealth with the people to gain the favor of the people over the merchants. That led to a much easier lifestyle and little to no work for the working sector. People were inclined to this pampered lifestyle, and who would blame them? The high wages meant that the families could be raised by one provider, usually the men, while women resided at home. This proved to be troublesome when the government established girls' education that faced disapproval and scrutiny from the religious sector and more conservative sects in the society. Demands for women to stay at home and recline to raising the children, and that women's heaven was at their homes, nonsense was raised. Still, the government didn't phase out and started sending the first waves of female scholarships to Egypt and other countries in the early 1950s. By the time they graduated, the Kuwaiti society has changed drastically. Women broke the barriers of traditions and didn't accept the gender roles imposed on them. After the state independence, and contrary to the constitution,